أهلا بكم من خلال هذا اللقاء الخاص مع المتحدث الرسمي لمهرجان جائزة الملك عبد العزيز سلطان القمي. حياك الله أبو فارس. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. حياك الله في هذه الدقائق في قناة دايركت الفضائية من خلال هذا اللقاء الخاص في المركز الإعلامي، في مقر المركز الإعلامي. أبو فارس، نحن الآن في النسخة الثانية من مهرجان الملك عبد العزيز، جائزة الملك عبد العزيز، تكلمنا عن هذه النسخة. بدأنا هذه النسخة بفعاليات مطورة لاقت استحسان جميع الزوار. كان الحضور هذه السنة بزيادة تقارب 50% عن السنة السابقة. تم تفعيل عدد من البرامج لتتناسب مع كافة شرائح المجتمع. تم إطلاق جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن والتي لاقت صدى كبير وصدى خليجي وعالمي. النسخة هذه بكل مقاييس مختلفة. أبو فارس، كيف ترى عمل لجان التحكيم خلال الفترة الماضية؟ لجنة التحكيم تحت إدارة الشيخ عبد الله بن ناصر الداغري في هذه السنة الحمد لله لم نجد أي احتجاج أو استغراب من النتائج المعلنة. اتسمت اللجنة النزاهية والحيادية كما عرف عنها سابقا. نالت استحسان ورضا جميع المهتمين بالإبل. نعم أبو فارس، كثير من ملاك الإبل من خلال اللقاءات اللي سويناها معهم في قناة دايركت طبعا يقول لك مثل الجوائز هذه رفعت من أسعار الإبل، فيعني صار في سوق كبير بالنسبة لأسعار الإبل. بعد إطلاق النسخة الثانية للمهرجان بدأ سوق الإبل اقتصاديا يجد المردود المتوقع منه من الملاك والمهتمين بهذا النشاط، حيث ارتفعت أسعار الإبل بشكل يعكس المنافسة الشريفة، حيث أقدم بعض الملاك على الشراء ومحاولة امتلاك النخب من هذه الإبل، مما عاد بالفائدة الاقتصادية على هذا المجتمع. نعم، مثل هل التجمعات الحقيقة اللي تكون من أهل الإبل والجماهيرية لأهل الإبل مقارنة بالأندية يعني يعتبر هو تشجيع لبعض المنقيات، إلا أنه هنالك أعداد كبيرة من جماهير المنقيات، في آلية معينة لإعلان النتائج؟ يعني إحنا نشوف اليوم في نهاية أيام المهرجان أنه في أعداد كبيرة، ممكن حتى أنه في برامج على الهواء مباشرة تم يعني أنه ما 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 استمر البرنامج بسبب الكثافة وكثرة الجماهير. في آلية معينة من المركز الإعلامي مثل هالأمور هذه؟ نعم، كانت الآلية نتخذها على شقين، الشق الأول عن طريق القنوات الناقلة والشق الثاني عن طريق حسابنا في تويتر. في هذا اليوم ونظرا لازدحام القرية وخوفا من حدوث أي احتكاك بين المشاركين أو جماهيرهم، فضلنا أن نؤجل إعلان النتائج فيما بعد الساعة العاشرة فترة إغلاق القرية لكي لا يحدث هناك أي إرباك في عمل القرية واللجان المصاحبة. إذا في كلمة أخيرة أبو فارس. شكرا لكم ولقناة الدايركت والتي تميزت في هذه النسخة وكانت إضافة جميلة لنا عكست روح المهرجان بطريقة عصرية. كان معنا الأستاذ سلطان القمي أبو فارس المتحدث الرسمي لمهرجان جائزة الملك عبد العزيز، كونوا معنا.